هو مشروع الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين ولاية تمنغست وولاية جانت على مسافة 200 كيلومتر، طريق حيوي هام من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين الولايتين، وسيفك العزلة عن مرتاد هذا الطريق. هذه الطريقة تعتبر جد مهمة، أولا سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية، إن من الناحية الاقتصادية تربطنا بولاية تمنغست كولاية جديدة هنا في جانت، وهي ايضا طريق الوحدة الافريقية. المواطنين كان اللي عنده كروسة ما يمتين، وكان اللي عنده كروسة يمتين راه يقدر يمشي لها بيست، وكان اللي عنده سيارة صغيرة ما يقدر يمشي لها بيست، فاهم؟ وماذا بينا تنخدم ان شاء الله. راح نبداو المشروع ان شاء الله بوتيرة لاباس بها ان شاء الله، وراح نزيدو ندعمو ان شاء الله باش كيما نقولو نكملو المشروع في اقرب وقت ان شاء الله. ومن إدلس إلى حاس سيروانيت من النقطة الكيلومترية الصفر إلى النقطة المئة من هذا الطريق، يعرف وتيرة متسارعة من أشغال الإنجاز، فالرهان اليوم هو تسليم هذا المشروع في أجاله المحددة وبالمعايير المعمولة بها. عندنا إن شاء الله شهر من انطلقنا الأشغال، والشركة إن شاء الله راهي موجدة جميع الإمكانيات وراهي على قدم وساق باش نكملوا إن شاء الله المشروع هذا في الأجال. انطلاق جد هام لا بأس به، بحيث أربع مؤسسات تسند لها الأشغال، وكل مؤسسات قد بدأت في أعمالها، وإن شاء الله سيستلم المشروع قبل أجاله التعاقدية. هو إذن مشروع واعي يعكس مجهودات الدولة لتنمية هذه المناطق الجنوبية للوطن، ويعتبر إضافة نوعية لهذين الولايتين.